إذن ينضم إلينا في هذه التغطية المستمرة في الاستوديو المحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة. أستاذ أحمد، مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. ومن غزة عبر سكايب المحلل الأمني والعسكري اللواء واصف عراقات، وعبر سكايب من عمان نائب الأمين العام لنصرة القدس بشار شلبي، وعبر الهاتف من كامبيرا رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ميثاق عبد الله. نرحب بضيوفنا الكرام. أبدأ معكم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، المقاومة تؤكد أنها مستعدة لكل الاحتمالات المتوقعة. من هذه الاحتمالات أن يكون هناك غزوا بريا لقطاع غزة، ولكن هل تتوقع أن تجري الأمور إلى هذا المنحى، خاصة أن عملية طوفان الأقصى قد أربكت وأحرجت قادة الاحتلال؟ لا أعتقد أن الاحتلال بالشكل المباشر سيفكر في موضوع الاجتياح الشامل لقطاع غزة. نعم. لأن هذه مسألة معقدة. المجتمع الإسرائيلي الاحتلالي تعود على مسألة الأمن، تعود أنه دائما يقاتل في الطرف الآخر. نعم. تعود بأنه حجم الخسائر دائما تحصى في الطرف الآخر. اجتياح غزة يعني أن عدد القتلى لدى الاحتلال الإسرائيلي قد يكون بالألف. نحن الآن قارب العدد في عملية عسكرية قامت فيها كتاب القسام إلى قرابة الألف. نعم. يعني 700 والعدد يتصاعد. وبالتالي نحن أمام أعداد قد تكون بالألف. هذه مسألة. مسألة ثانية أن المجتمع نفسه سيشعر بأنه دخل مرحلة متقدمة جدا في فقدان الأمن الاستراتيجي للمجتمع الصهيوني. فهذه مسألة خطيرة بالنسبة لهم. نعم صحيح. ناهيك أنه هذا الاجتياح فيه مسؤولية عالية. اليوم المجتمع الصهيوني نفسه متضارب ومتعارض، هذا من جانب. من جانب آخر حتى الحكومة الحالية. نعم. هي حكومة توليفة، يعني فيها الحجم كبير من التناقضات، ولحد اللحظة في هذه اللحظة هناك تقاذف للمسؤوليات، وهناك اتهام للمسؤوليات المتبادلة. من الذي يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟ وبالتالي هذا سيكون مسألة خطيرة جدا فيما يتعلق باجتياح قطاع غزة. مسألة أخرى في الجانب الفلسطيني، أعتقد أنه الالتحام البري ما بين الطرف الفلسطيني المقاومة الفلسطينية وما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا يعد تقريبا مكسبا للطرف الفلسطيني، أنه قادر على إيقاع الخسائر الكبرى. يعني اليوم مثلا الشاهد، في أقل من 48 ساعة هناك 2200 إصابة، منها 350 تقريبا إصابة خطيرة في الطرف الإسرائيلي، هناك 700 قتيل خلال أقل من 48 ساعة، لأن هذا كان سببه الالتحام البري. نعم. وبالتالي عندما يأتي الاحتلال الإسرائيلي يعني بمئات ألوف الجنود ويريد أن يدخل إلى منطقة غزة اللي هي أكثر منطقة مكتظة في العالم، وهي مبنيها متلاصق، وبالتالي سيدخل إلى حرب الشوارع. حرب الشوارع هذه ستكون اليد العليا في تقديري هي للطرف الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، لأن هي الأقدر على التحكم والسيطرة في هذه المنطقة. لكن هناك غطاء جوي أستاذ. بلا شك الغطاء الجوي سيكون قاسٍ، لكنه لا يستطيع أن يحسم المعركة. والدليل على ذلك أن اليوم نحن لدينا مقربة الألف يعني عنصر من نخبة القسام موجودين في تقريبا في 25 موقع استيطاني. طيب. لحد اليوم سلاح الطيران لم يستطع أن يحسم هذه المسألة، ولا حتى لم يستطع أن يمنع عمليات التسلل المتجددة من قطاع غزة إلى أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. هذا يدل على أن تكتيكات المقاومة يعني تقدمت وتستطيع أن تناور في المسألة البرية، وتستطيع أن توقع خسائر فادحة في الجانب الصهيوني. وأعتقد أنه هذا بالنسبة للطرف الإسرائيلي مذبح ويخشاه دائما، لأنه تعود كل الحروب التي يخوضها مع العالم العربي دائما يده المتفوقة، الخسائر دائما تعد في الجانب العربي. يعني اليوم نتكلم عن 700 قتيل و2200، هذه تقريبا تعادل الأعداد التي قتلت في حرب 67 خضتها العديد من الدول العربية مع طرف الاحتلال الإسرائيلي. هذه تعادل تقريبا كل ما خسره الاحتلال الإسرائيلي في اجتياح لبنان عام 82. وتقارب تقريبا حرب 73. وبالتالي هذه أعتقد في التقديرات. أستاذ أحمد، لم تخسر إسرائيل هذا العدد المهول منذ 6 أكتوبر 73. صحيح صحيح. هذه هل هي ضربة قاصمة للاحتلال؟ هل يمكن وصفها بذلك؟ أعتقد أنه هذه ضربة قاسمة وصادمة للاحتلال الإسرائيلي. نحن لحد اللحظة لم يستطع أقوى جيش في الشرق الأوسط أن يمتلك زمام المبادرة أو يستعيد زمام المبادرة أو حتى يستعيد السيطرة على أراضي بالنسبة له تعتبر أراضي سيادية.
أخي الكريم يجب أن نقف أمام حقيقة، لأول مرة منذ عام 1948 أن يتعرض الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني إلى هجوم إلى أراضي المحتلة عام 48، الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. نعم. وهذه مسألة جد خطيرة، لأنه يدرك تماما أن اليوم الصدام أصبح يقع في قلب الكيان الاحتلالي، وهذا بالنسبة له تقريبا يفقد الأمن المجتمعي. يعني اليوم لدينا 25 موقع استيطاني، من بعد أن تصمت صوت المناطق في فترة قريبة، قد تكون أسابيع أو أشهر، من سيعود إلى هذه المناطق وهو يدرك تماما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد فشل تماما في التنبؤ وفي الحماية وفي القدرة على إعادة السيطرة بشكل سريع؟ سأبحث معكم عن ردود الفعل، خاصة في كلمة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في كلمة مقتضبة، ولكن دعني أرحب باسمكم بالنائب الأمين العام لنصرة القدس بشار شلبي. هل هو جاهز أستاذ بشار؟ نعم تفضل أستاذ بشار، حياكم الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية بفصائلها، ما زال الاحتلال يراهن على الجبهة الداخلية، كيف تقيمون تماسك الجبهة الداخلية أستاذ بشار؟ أولا تحياتي لك وللضيوف الكرام، والتحيات المستمرة إلى شعبنا المقاوم البطل في فلسطين، وخصوصا المقاومين في قطاع غزة المحتل أو المحاصر. وصفك بهذا النصر هو وصف دقيق وصحيح، لأن مجرد ما حدث بالأمس هذا المشهد اللي لم يشهده العدو الصهيوني منذ تأسيس دولة الكيان إلا بالأمس، وعلى أيدي أبناء المقاومة الفلسطينية، رغم الفارق الهائل والتفوق العددي والمادي للكيان الصهيوني، إلا أنه تعرض لحملة إذلال ممنهجة قام بها أبطال المقاومة الفلسطينية، وما زالت أعداد من المقاومين يخوضون معارك شرسة مع هذا العدو في المغتصبات الصهيونية المقاومة على أرض فلسطين عام 1948. كل ما يمكن أن يقوله العدو الصهيوني متوقع، من تهديدات، من وعيد، من أكاذيب، من محاولة تشكيك، من محاولة طعن، بل وقام به منذ أكثر من 15 سنة على حصار غزة، وهو يحاول أن يشكك الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمقاومته، ويحاول أن يوجد فاصل بين الشعب الفلسطيني الذي هو حاضنة المقاومة وبين هذه المقاومة، يحاول أن يغري الحالة الفلسطينية بأكاذيبه وادعاءاته، ولكنه يفشل باستمرار. ما رأيناه من حاضنة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بشكل أساسي، باعتبار أن الثمن الذي يحاول العدو الصهيوني أن يجبيه هو في قطاع غزة، ما نلاحظه من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو تماهٍ كامل مع المقاومة، هو شعور بالنشوة الفرح واستعجال لحسم المعركة مع هذا العدو الصهيوني اليوم قبل الغد، وبالتالي مراهنة العدو الصهيوني على ضعف الحاضنة الشعبية للمقاومة أو مراهنته على تفكك هذه الحاضنة هو نوع من أنواع الانعكاس النفسي لما يعانيه في داخل المجتمع الصهيوني، ولما سيعانيه لاحقا إذا استمرت هذه المعركة فترة طويلة. شعبنا الفلسطيني هو القادر على أن يتمسك بأرضه ويثبت بها، بينما أولئك الغرباء هم أقرب إلى الهروب وأقرب إلى البحث عن الأمان بين قوسين أو عن الحياة، أي حياة، بينما شعبنا هو يبحث عن الكرامة ويبحث عن التحرير ويبحث عن استعادة حقه كاملا في كل تراب وطني. هذه الصورة التي شاهدناها، وهذه الصورة التي تنفي وتكذب ما يدعيه العدو الصهيوني أيا كانت ادعاءاته، خاصة ما يتعلق بإيجاد فجوة أو شق بين المقاومة الفلسطينية وبين الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في منطقة 48 طبعا، أو في الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين. بل إن الشعب الفلسطيني أكاد أن أجزم أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده يتوق لأن يكون جزءا من عملية استعادة الكرامة الفلسطينية واستعادة الوطن الفلسطيني
ويتخيل كل شاب فلسطيني وكل شابة فلسطينية يتخيلون أنفسهم من ضمن الذين يتحركون إلى المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية وإلى المدن الفلسطينية التي يحتلها الصهاينة في 48 ليقوموا بما قام به إخوانهم في قطاع غزة عندما اجتازوا وتجاوزوا السياج الفاصل وعادوا إلى أرضنا المحتلة في سيناريو سيتكرر في بروفا للتحرير إن شاء الله. طيب يرجى أن تبقى معنا أستاذ بشار سعود إليك في وقت لاحق. أنتقل إلى كامبيرا، من هناك رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز الأستاذ ميثاق عبد الله. أستاذ ميثاق حياكم الله، مرحبا بكم. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم وحيي ضيوفكم الكرام. حياك الله أستاذ ميثاق. هناك من يحاول الاستفادة من عملية طوفان الأقصى ويستغل القضية الفلسطينية للترويج لمشروعه وأنجندته، كما هو الحال مع الحشد الشعبي في العراق، ولكن هل الأمة لا تزال تنطلي عليها مثل هكذا أحاديث وشعارات مستهلكة أستاذ ميثاق؟ نعم، بكل التأكيد الأمتين العربية والإسلامية لا تنطلي عليها مثل هذه الأكاذيب التي تحاول أن تستخدمها بما تسمى محور المقاومة وغيرها وإيران. صحيح أن القضية الفلسطينية تتدرج دائما ضمن بؤر اهتمام ملالي إيران بمختلف درجات تشددهم، لكن يدرك أي باحث متخصص أن ملالي إيران لم يقدموا أي شيء يذكر للقضية الفلسطينية منذ وصولهم إلى السلطة عقب الثورة الإيرانية الخمينية في العام 1979، ولكن اتخذوها مطية لتلميح صورتهم لدى الشعوب العربية والإسلامية ومحاولة ترويج أنفسهم باعتبارهم مدافعين عن القضايا الإسلامية من خلال توظيفها ضمن الأدوات الترويجية للنظام الإيراني والادعاء الكاذب بأن طهران تغوز ما يعرف بمحور المقاومة وغير ذلك من المزاعم، في حين أن الحقيقة كاشفة، فلا طهران تغوز محور للمقاومة ولا هي تحملت يوما عبء الدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق سلما أو حربا. كما يدرك الكثيرون في منطقتنا أن الساحة اليوم تعج بالتجار القضايا والحروب والسماسرة والصراعات الذين لعبوا أدوار بائسة في تدمير العديد من دول المنطقة وفي مقدمتها سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا. فادعاء البطولة وتجارة التنظيمات تحولت إلى تجارة رائجة في منطقة تقع في قلب المؤامرات التي تخطط لإعادة هندسيتها. طيب، واليوم الشعب الفلسطيني هو يقود. نعم تفضل أكمل. تفضل أستاذ ميثاق، تفضل أكمل. الشعب الفلسطيني اليوم يقود معركة الأمة ضد هذا الكيان اللقيط، هذا الكيان الذي اليوم يحتل أرض فلسطين ويحاول بإعادة مستوطناتها وتطويرها ويستخدم الإمبريالية للدخول إلى قطاع غزة، ولكن هذه العملية البطولية التي أنجمت عن مقتل العديد من الصهاينة وحطمت أحلام هذا الكيان اللقيط أعادت الثقة بالأمتين العربية والإسلامية أننا نستطيع أن نهزم إسرائيل إن شاء الله. أنتقل إلى المحلل الأمني والعسكري اللواء واصف عريقات. أستاذ واصف حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بك، تحياتي. سيادة اللواء، المقاومة أكدت أنها على بعد 10 كيلومترات من الضفة الغربية، عملية طوفان الأقصى هل كان مخطط لها سابقا ربما منذ أشهر خلت سيادة اللواء؟ يعني ما شاهدناه على الأرض من إعجاز عسكري أنا بتقديري يحتاج إلى سنوات طويلة وليس إلى أشهر. عملية الإعداد، عملية التدريب، عملية التجهيز، عملية يعني معركة العقول التي كانت تدور بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أنا بتقديري هذه تحتاج إلى وقت طويل. استطاعت المقاومة الفلسطينية من خلال هذا الإعداد وهذا التجهيز أن تنفذ أكبر عملية اقتحام منذ العام 1973 حتى الآن لم تحدث، بعد اقتحام خط بارليف وبعد اقتحام جبل الشيخ وبعد اقتحام خط ماجينو والتحصينات التي كانت موجودة. أنا بتقديري الآن الفلسطيني يقول للإسرائيلي أنه أكذوبة الجيش الذي لا يقهر قهر، وأن المقاومين الفلسطينيين استطاعوا أن يكسروا هيبة الجيش الإسرائيلي من خلال اقتحامهم للمواقع المحصنة، من خلال سيطرتهم على القيادات والثكنات العسكرية في غلاف قطاع غزة، بلغت 22 موقع منها 7 مستوطنات. ونحن نعلم
أن المستوطنات والمستوطنين هم عبارة عن جنود ولكنهم بلباس مدني وبسلاح موجود بين أيديهم، استطاعوا أن يدخلوا الرعب في قلوبهم منذ الساعات الأولى، منذ اللحظات الأولى، بدليل أنه معظم الجنود الإسرائيليين والضباط الإسرائيليين الأسرى الموجودين الآن في قطاع غزة لم يقاتلوا بل استسلموا. فبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة انكسرت فيها هيبة الجيش الإسرائيلي، وكسرت أيضا الغطرسة الإسرائيلية التي يعني مارستها عصابات شتورن وهاغانا منذ العام 1948 ضد الشعب الفلسطيني حتى اليوم. سيادة اللواء، سأعود إليك، يرجى أن تبقى معنا. أستاذ أحمد الحيلة، كيف تفسر رد فعل الاحتلال على هذه العملية المباركة وهذا النصر العظيم الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية، وكيف تصف خروج نتنياهو في كلمة مقتضبة في ساعة متأخرة؟ واضح تماما الاحتلال الإسرائيلي لحد اللحظة واقع تحت الصدمة. نعم. لحد اللحظة لم يتحرر من الصدمة التي تلقاها قبل 48 ساعة. نعم. وخروجه في وقت متأخر، يعني حتى هذه ملاحظة أن قيادات الاحتلال الإسرائيلي لم تخرج في الأربع ساعات الأولى، لم تكن تدرك ما الذي يحصل، وبالتالي هذا الفشل الذريع، هذا الفشل الذريع أمنيا، استخباريا، عسكريا، فيما يتعلق في متانة الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، ما دفعوا أنهما يخرجوا في وقت متأخر ويتحدث حديثا. وكان واضح تماما أن كل ملامح رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي مضطربة في حالة عدم ثقة، ارتباك. يحاول أن يطمئن الجبهة الداخلية. نعم. أنه الوضع الطرف الإسرائيلي وضع قوي قادر على السيطرة، لكن على الأرض الصور التي تأتي فيها كتاب القسام والتي تبث عبر شاشات التلفزة العالمية واضح تماما أن هناك سيطرة ميدانية هائلة وقد تكون شبه تامة. لعلهم اليوم بدأت التحضيرات لكيفية استعادة هذه المناطق، ولكن فوجئوا أيضا بأن هناك مجموعات أيضا ما لا زالت تتسلل لمناطق 48. نعم. إلى فلسطين عام 48 وتلتحم بمجموعات أخرى موجودة على الأرض وتوقع خسائر. احنا امبارح تقريبا اقفل اليوم على 350 قتيل. نعم. اليوم قد يقفل اليوم الثاني على قرابه 750 قتيل. نعم. فبالتالي الاعداد بشكل كبير جدا، حتى الانزال البحري اليوم اللي قام في كتاب القسام كان انزالا ناجحا، لدرجه انهم استطاعوا ان ينصلوا الى مناطق عسقلان. نعم. ودخلوا الى مناطق داخليه. نعم. حالة الارباك، لا زال الاحتلال الاسرائيلي يعيش حالة ارتباك، لا زال حتى الخطاب الاسرائيلي ما زال مربكا. اللي هم الآن يحاولوا أن يعني يلموا زمول أطراف الخيوط، الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم استخباري وعسكري عاجل. نعم. الطلب من فرنسا يعني إلى حد ما خلينا نسميه ضوء أخضر إذا كان هناك. نعم. توسعا باتجاه. نعم. العمليات باتجاه لبنان. محاولة يعني استجلاب مواقف أوروبية وعالمية بأنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، لكن هذا قد يكون من جانب ينبئ عن فشل حقيقي وقعت فيه أمام هذه الصدمة، وهذه تعتبر هزيمة محققة. نعم. حتى لو أن طرف الاحتلال الإسرائيلي استعاد زمام المبادرة، لكن أن هذه الهزيمة تحققت وقد. نعم. وقد وصلت لا بمستوى يمكن، لا يمكن ترميم هذه الهزيمة، لا يمكن ترميم هذه. هذه الهزيمة ستبقى في تاريخ هذا الكيان إلى أن يسقط. طيب. لأن هذا الأمر لم يحصل في تاريخه بالضبط. على مدار 75 سنة. إذن أستاذ بشار، كما تحدث ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الحيلة، لا يمكن ترميم هذه الهزيمة. المتحدث العسكري للاحتلال تحدث عن الأسرى دون الحديث عن خطة لاسترجاع الأراضي التي اقتطعتها المقاومة، ما تفسيركم لذلك أستاذ بشار؟ والحدث شكل ليس فقط هزيمة لدولة الكيان الصهيوني، وإنما هو حفر أخاديد في الوعي الصهيوني لن تندمل وستبقى مستمرة. ولنكن متتبعين لخطوط زمنية، فمنذ 20 عام العدو الصهيوني في تراجع حقيقي، هذا التراجع عبرت عنه الحقائق على الأرض بانسحابه من جنوب لبنان، ببنائه للجدار العازل، بانسحابه من قطاع غزة، بتراجعات عملية حقيقية أمام المقاومة، اضطر إلى عمليات تبادل للأسرى هذه المرة من داخل فلسطين وليس من خارجها كما في السابق. واليوم شاهدنا بالأمس ماذا جرى مع هذا الكيان الصهيوني الذي فقد على الأقل 700
قتيلا، ويوجد عشرات وربما أعداد تفوق العشرات وتفوق المئة من الأسرى. الهزيمة تحققت لدى هذا الكيان الصهيوني، فائض القوة الهائل لدى العدو الصهيوني لم يمكنه من أن يتعامل مع المقاومة بما حاول دائما أن يفرضه كرواية، وأن يغير في الوعي العربي والوعي الفلسطيني بشكل أكيد. اليوم كل هذه تهاوت وظهر أنه كيان كرتوني غير قادر على أن يتنبأ أو أن يتعامل مع حدث بهذه الضخامة، زلزال عظيم، أن يتعامل معه ولو بعد مرور عدد من الساعات يتجاوز 6 أو 7 ساعات. وعندما بدأ يتعامل معه وانتقل إلى العمليات الجرائمية بحق المدنيين وبحق الأطفال وبحق الأبراج السكنية والمنازل. بالإشارة إلى سؤال حضرتك، هو العدو الصهيوني الآن ما زال في لحظة الصدمة وما زال في حالة الارتباك، والسبب الحقيقي لهذا الارتباك هو مركب، جزء منه للصدمة التي تلقاها في وعيه وفي مستقبله ككيان بأن يتعرض إلى مثل هذه الهزيمة، والشق الثاني متعلق بتخوفاته من مستتبعات الخطة التي رسمتها المقاومة. هو لا يعرف ما هي خطة اليوم التالي لدى المقاومة، ولا لا يدري إن كان لدى المقاومة خطط في مناطق 48 في تل أبيب، داخل تل أبيب، لا أتكلم عن الصواريخ، وإنما أتكلم في داخل المدن الفلسطينية المحتلة عام 48. لا يعلم ماذا تخبئ المقاومة في الضفة الغربية، لا هو غير متأكد من إمكانية دخول خطوط الشمال وغير الشمال على المواجهة الحالية، وبالتالي الكيان الصهيوني ولا يدرك ولا يستطيع أن يحدد مسارات أهدافه في هذه المواجهة. لذلك هو استعان بالعالم، استعان بأمريكا، أمريكا تحاول أن تهدئ من روعه بإرسال ناقلة الطائرات، بتدخل الطائرات الأمريكية من هنا ومن هناك. هذه الصورة التي يظهر فيها الكيان الصهيوني لأول مرة يظهر بهذا الشكل منذ تأسيسه، وخاصة أنه أمام مجموعة من المقاتلين المقاومين، ليس أمام دول، ليس أمام طائرات، ليس أمام دبابات، ليس أمام قوة عسكرية بمستوى الدول، وإن كانت القوة العسكرية التي واجهها هي قوة إرادة للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه والمتمسك بترابه. لذلك حتى حديثه عن الأسرى هو حديث ليس ذي قيمة على الإطلاق، لأن المقاومة واضح أنها رسمت الخطط التفصيلية لتجاوز الخط الفاصل أو الخط الزائل كما يحلو للمقاومين أن يسمونه، باعتبار أنه سيزول عند استعادة فلسطين وتحريرها. والخطط مستمرة، تناولت الوصول إلى المستوطنات، تناولت السيطرة على مقار القيادة العسكرية، تناولت تحييد الاتصالات وتخريبها إما ماديا أو سبرانيا بالهجوم السبراني، تناولت حتى عمليات إسناد للمجموعات التي ما تزال داخل أراضينا المحتلة عام 48. وبالتأكيد أن الخطط تتناول ما هو في اليوم التالي وفي اليوم الثالث والرابع وهكذا، وبالتالي الكيان الصهيوني ما زال مرتبكا، ما زال غير قادر على أن يحدد الصورة المناسبة للتعامل مع هذا الزلزال الذي أصاب قوته الاستخبارية وفائض القوة العسكرية وحتى الإسناد الذي يتلقاه من المنظومة الغربية وأمريكا بشكل مباشر. طيب كما سأعود إليك لاحقا، أنتقل إلى الأستاذ ميثاق. أستاذ ميثاق، هذا المحور الذي لا يزال يدعم بالشعارات القضية الفلسطينية المقصود بها هنا إيران ومواليهم في المنطقة، ولكن هل أن إيران ومن تبعهم قدموا الدعم الحقيقي والفعال للمقاومة، رغم أن المقاومة قد طالبت بفتح جبهات في سوريا ولبنان؟ كيف تقيم الدعم الذي تقدمه إيران ومواليهم في المنطقة؟ بكل تأكيد إيران تدعم القضية الفلسطينية فقط بالشعارات الزائفة والواهية. نعم. حيث لم تطلق إيران ولغاية يومنا هذا طلقة واحدة ضد كيان الصهيوني اللغيط، رغم أن عناصر الحرس الثوري يتمركزون في سوريا وميليشياتهم أيضا يتمركزون في سوريا وعلى حدود إسرائيل، وهذه أحد مفارقات النظام الملالي الذي يتشدق بشعارات لا وجود لها في الواقع. أما حروب الزعيم الكرتوني حسن نصر الله ضد إسرائيل فهي حروب خاضها بالوكالة لإثبات نظرية الذراع الطولة لإيران
ولم يتحمل ثمنها ويدفع فاتورتها سواء الشعب اللبناني الشقيق المغلوب على أمره، حيث دمرت مدن لبنانية عدة أكثر من مرة بفعل مقامرات نصر الله لمصلحة الملالي وتعليماتهم. فباعتقادي أن لا فرق هناك من وجهة نظري بين البغدادي ونصر الله وملالي إيران وغيرهم، حيث جميعهم يخدمون أجندة خارجية ليس لصالح بلدانهم أو لصالح منطقتنا والأمتين العربية والإسلامية، وهم يعيشون على دماء العرب والمسلمين. فهؤلاء جميعا يتاجرون بقضايا المنطقة، وبعضهم وكلاء البعض والآخرين من خارج المنطقة، والمسألة برمتها لا تعدو أكثر أن تكون تجارة بمصائر شعوب شاءت الأغدار أن تقع بين أيدي هؤلاء العابثين. فباعتقادي نظرية المقاومة والممانعة وغيرها سقطت بعد التخليع الصريح والواضح بين المحور المقاومة في لبنان بعد التبيين وترسيم الحدود مع الحدود البرية والبحرية أيضا مع إسرائيل. فهذه لا أعتقد تنطلي على الشعوب العربية وتنخدع مرة ثانية بهذه المفرقعات الصابونية التي تتبناها إيران وحزب الله وغيرهم الكثير. نعم أكمل تفضل. بالنسبة لهذه أن التصريحات الإيرانية وغيرها وأنها ستدعم ومحور المقاومة سيدعم وغيرها، أنا باعتقادي بعد 2011 بعد عام 2011 انقطع الدعم المادي الواضح والصريح الإيراني لحركة حماس بعد أن لم توافق حركة حماس على إبادة الشعب السوري مع المجرم بشار الأسد. فأصبحت الآن الدعم هو فقط دعم معنوي، وربما قد تحصل الجناح المسلح لحماس كتائب القسام بعض التعليمات أو بعض الدعم المادي استمرار بالمقاومة والاستمرار بالوجود على الأراضي الفلسطينية. طيب سيادة اللواء واصف، نريد أن نستفيد من خبرتكم العسكرية. طبعا يعني المحللون العسكريون وصفوا عملية طوفان الأقصى بأنها تحول كبير في العملية، خاصة بعد توسيع الفصائل العملية من خلال الزحف باتجاه الضفة. ولكن هل هذه العملية يمكن أن نطلق عليها بأنها استباقية خاطفة سيادة اللواء؟ يعني حتى الآن يمكن أن يقال عنها استباقية وخاطفة. بالأمس كنا نقول أنها عملية سريعة وخاطفة، اليوم ربما يتطور هذا المصطلح لأنه هناك صمود، هناك تمسك بالأرض. يعني اليوم كان هناك تزويد بالقوى البشرية، تزويد بالمعدات وبالتجهيزات للمقاتلين الذين ما زالوا يتمسكون بالأرض خلف الخط الزائل. فبالتالي أنا بتقديري الساعات القليلة القادمة تنبئ بما هي المرحلة الثانية من العملية العسكرية. حينما تحدث البيان الأول للمقاومة الفلسطينية بالأمس قيل أن هذه هي المرحلة الأولى، هذا يعني أننا نحن نعيش مراحل لا يعرفها إلا من خطط لها، ولكن الإجراءات على الأرض تشي بأنها عملية طويلة وعملية سيطرة على المناطق التي يتواجد فيها المقاتل الفلسطيني الآن، ويتم تزويده وردفه بالمقاتلين وبالإمكانيات، ما يعني أن المقاتل الفلسطيني متمكن بالأرض وأنه لا يحسب حساب لهذا الجيش الإسرائيلي الذي ينتشر في المنطقة. ويتشدق نتنياهو ويقول بأنه سيعيد تحرير الأرض. من حرر الأرض هو المقاتل الفلسطيني، من ثبت حق العودة بقوة السلاح الآن هو المقاوم الفلسطيني. وأنا بتقديري أنه يستطيع أن يتمدد إلى مساحات أكبر. إسرائيل الآن تعيش في حالة رعب، المستوطنين الإسرائيليين والجبهة الداخلية الإسرائيلية كلها، ونحن نتابع تواصلهم فيما بينهم، يخافون ويقولون هناك رعب حقيقي في الداخل الإسرائيلي من وجود مقاومين فلسطينيين في عمق فلسطين المحتلة، ويتحدثون عن خلايا نائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فنحن نتحدث الآن عن كي للوعي الإسرائيلي، هذا الوعي الذي يتهم
القيادة السياسية الإسرائيلية بالعجز والتقصير، ويتهم الجيش الإسرائيلي بأنه غير قادر على تأمين الحماية والأمن والاستقرار له في الداخل. فبالتالي الصراع الآن بيننا وبين إسرائيل صراع إرادات. الإرادة الفلسطينية تفوقت على كل الإمكانيات الإسرائيلية. الوعي الإسرائيلي الآن في الحضيض ومعنوياته متدنية، المعنويات عند الفلسطينيين عالية جدا، والحاضنة الشعبية الفلسطينية ما زالت تحتضن المقاومين الفلسطينيين بعكس الحاضنة الشعبية الإسرائيلية التي تطالب قيادتها باستعادة الأسرى والمعتقلين في السجون الفلسطينية. فبالتالي نحن أمام يعني انكسار للهيبة الإسرائيلية، وإخفاق كبير للقيادة السياسية. وطبعا حينما ترفع سقف التهديدات هذا يعني أنها عاجزة عن التنفيذ على أرض الواقع. نتنياهو بالأمس ولغة الجسد كانت تتحدث، يعني كاد يقول لبايدن احمونا. فبالتالي هذا المستوى من تردي المعنويات عند القيادة السياسية انعكس عند الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعند المواطن الإسرائيلي. وأنا بتقديري قادم الأيام إذا ما تواصلت هذه العمليات الناجحة للمقاومة الفلسطينية سينهار الجيش الإسرائيلي بالكامل، وستنهار الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالكامل، وسنشاهد المزيد من الهروب والسفر. ولو أن الحدود مفتوحة أنا بتقديري لشاهدنا الآلاف من الإسرائيليين يغادرون ويهاجرون. نعم نعم أستاذ أحمد، بدقيقتين لو تفضلتم في ذلك. مراقبون للشأن الفلسطيني يقولون أن معركة طوفان الأقصى أحرجت الدول التي طبعت مع الاحتلال، وأيضا في نفس الوقت خلطت أوراق الدول التي ستطبع مستقبلا. هل هذا التخريج صحيح؟ أعتقد أنه هذا التفسير والتحليل في الاتجاه الصحيح، لأنه اليوم أحد أهم دوافع هذه الدول التي ذهبت للتطبيع أو التي تفكر حتى في التطبيع هما إنما ينظروا إلى هذا الكيان على أنه كيان سوبر باور، لديه خبرات أمنية وعسكرية هائلة، لديه قوة اقتصادية هائلة، لديه شبكة من العلاقات الدولية القادرة على يعني التأثير في المنطقة من خلال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذه الصورة النمطية التي صنعتها الهزائم العربية من جهة في العديد من الحروب اليوم تقريبا تنكشف الحقيقة. لأنه عندما نتكلم عن قطاع غزة، منطقة 360 كيلو أو 365 كيلو متر مربع، في 2,200,000 فلسطيني تحت الحصار لمدة 17 عام. يستطيع نخبة من المقاتلين أن يدخلوا إلى فلسطين المحتلة عام 48، وبالتالي يوقعوا هذه الصدمة ويكشفوا زي في الادعاء بأن هذا الجندي اللي هو جندي يعني لا يهزم. الآن نرى الجندي ما الذي يحصل فيه، يساقون أسرى يعني في أيدي كتائب القسام. كان هناك معادلة الردع أن إسرائيل لا يمكن أحد أن يمسها. اليوم هذا الكيان الصهيوني القتال يجري على أراضي الفلسطين المحتلة عام 48، وكما قلت سابقا أنه هذا لم يحصل في تاريخ هذا الكيان. مسألة أخرى متعلقة بالروح المعنوية لهذا المجتمع، لأنه يقدم نفسه على أن هذا مجتمع ديمقراطي ومتحضر ومتماسك. لكن التصرفات والسلوكيات اللي يقوم فيها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة من قتل للأطفال، من الاعتداء على المدنيين، ومن خلال حتى تفكك هذه الجبهة الداخلية. يعني اليوم هذا المجتمع بدأ يفقد أمنه لدرجة أن القيادة السياسية لهذا المجتمع لا تنفك لحد اللحظة أن يتم اتهام بعضها البعض. وبالتالي هذه الصورة هذه الصورة اليوم أصبحت منكسرة. وبالتالي مد هي الدافع الذي يجعل من دول عربية وازنة أن تذهب لتفكر في التطبيع مع كيان مهزوم أمام يعني مجموعة أمام 1,000 عنصر من كتائب القسام بعدة كلمات. أستاذ أحمد، الوقت أدركنا تماما. هناك بعض الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال كان الغاية منها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستحميها من خطر إيران.
هل ما زالت هذه الفكرة قائمة بعد هذه العملية المباركة من قبل كتائب؟ أنا أعتقد أنه هذا استغلال صهيوني إجمالا يشترك فيه الكيان الاحتلال الإسرائيلي ويشترك فيه الولايات المتحدة الأمريكية لجعل كل شيء مبرر تحت فكرة أن إيران هي عبارة عن دولة. يا سيدي إيران جزء من المنطقة، لديها خصومات، لديها تنافس، قل ما شئت. لكن اليوم مثلا الرياض علاقات أصبحت اليوم مع طهران، في هناك سفارات، في هناك محاولة للتفاهم، وبالتالي هناك محاولة للصعود على هذا السلم وعلى هذا الخوف الشرق أوسطي ولدى البيئة العربية للقول بأن يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يحمي هذه الدول. كان بودي أن نستمر ولكن الوقت أدركنا. المحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة، شكرا جزيلا لك. وكان معنا من غزة عبر سكايب المحلل الأمني والعسكري اللواء واصف عريقات، وعبر سكايب من عمان نائب الأمين العام لنصرة القدس بشار شلبي، وعبر الهاتف من كامبيرا رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ميثاق عبد الله. شكرا جزيلا لضيوفنا.